استأنفت قوات النظام السوري حملة القصف الجوي والبري على قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي وبلداته، وذلك عقب هدوء استمر ساعات وسط مخاوف من بدء قوات النظام عملية عسكرية جديدة تستهدف معرة النعمان وريفها. وأفاد مراسلنا أن قوات النظام شنت غارات على بلدة التمانعة ومحيطها شرق مدينة خان شيخون، كما قصفت كلا من جرجناس والدير الشرقي والدير الغربي والتح ومعرش مارين وكفر سجنة وحيش الواقعة شرق مدينة معرة النعمان وشمال شرق خان شيخون. لا تتوقف الغارات وصداها يهز إدلب كلها، غارة عنيفة ومركزة تستهدف المنشآت الحيوية في ريف إدلب لتضيق الخناق على أهالي المنطقة بعد تدمير منازلهم، فالطائرات لم تترك مستشفى لعلاج من سيجرحه القصف. كان آخر تلك المستشفيات مشفى الرحمة في بلدة تلمنس. لا يزال تصيد قصف النظام للريف الجنوبي، فمنذ عدة أيام قام النظام أو قام الطيران الروسي باستهداف مشفى الرحمة في بلدة تلمنس، المشفى الوحيد في الريف الشرقي. أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد مدني مراجع للمشفى ووقوع عدة إصابات ودمار المشفى بشكل كامل. من المستشفيات إلى الأفران إلى المدارس، كل شيء بات مدمرا وغير صالح للحياة في منطقة يفترض أنها منزوعة السلاح ومحمية من الجيش التركي بموجب اتفاق سوتشي، الاتفاق الذي نال رضا الأهالي في البداية، لكن رأيهم فيه وبضامنه التركي صار مختلفا بعد تقدم النظام في إدلب، فتصريحات الضامن بعيدة عن الواقع كما يقول الأهالي. يعني بالنسبة للنقطة التركية، نحن كنا متأملين بعد رب العالمين أنه توقف القصف وتوقف الهجم الشرسي من جماعة روسيا وإيران ودول العالم، حزب الشيطان وغيره، طلعت بالعكس. يعني النقطة تحاصرت وصلنا نحن ننضرب أكثر من قبل بعشر مرات، يعني يكون ما موجودة أزبط. وبالنسبة لأردوغان، يعني نحن عالم عم تقول عنه سلطان المسلمين وما مسلمين، نحن مسلمين ما شفنا منه الخير. ومع سخط الأهالي وعدم رضاهم عن الدور التركي، تستمر قوات النظام بحشد قواتها في محيط بلدة التمانعة استعدادا للسيطرة عليها بعد السيطرة على ريف حما الشمالي باعتبارها مفتاحا للسيطرة على ريف إدلب الشرقي. قوات النظام وروسيا تستهدف كل ما ينبض بالحياة، فهي تسعى للتضييق على المدنيين في طعامهم وحياتهم، فمن لم يهجره القصف سيغادر بسبب انعدام مقومات الحياة. خالد إدلب، العربي، ريف إدلب الجنوبي. انضم إلينا من ريف إدلب الغربي مراسلنا قحطان مصطفى. قحطان، يتحدث النظام عن ممرات آمنة، إلى أي مدى أو كيف يسير العمل وفق هذه الممرات أو هذه الخريطة التي يتكفل بها النظام؟ وضعنا لو سمحت في صورة الوضع الإنساني. ألو قحطان، هل تسمعني الآن؟ أسمعك. نعم، قحطان مصطفى مراسلنا من ريف إدلب الغربي. أسألك عن الممرات الآمنة التي تحدث عنها نظام الأسد وعن صورة الوضع الإنساني في ريف إدلب الغربي. طبعا نضال، أبدأ معك من الحالة الإنسانية المتواجدة الآن في ريف إدلب الغربي وأيضا على الحدود السورية التركية، حالة مزرية جدا وتتفاقم يوما بعد يوم بسبب ازدياد أعداد النازحين من الأرياف التي لا تزال تتعرض للقصف الممنهج طبعا من قبل الطائرات الروسية. هناك أيضا عدد من الجرحى الذين وصلوا إلى هذه المخيمات، لا يوجد أي نقاط طبية طبعا ترعى هؤلاء أو الأعداد الكبيرة لهؤلاء النازحين، ولا يوجد أي مناطق لإيواء هؤلاء النازحين. طبعا يعني تكلم نظام الأسد عن الممرات الآمنة التي لا وجود لها حقيقة على الأرض، لم نرصد أي ممر آمن قد تكلم عنه نظام الأسد خلال الأيام السابقة، ولدى السوريين أيضا تجارب سابقة في هذا الشأن، يعني أبان سقوط مدينة حلب بيد النظام وأيضا مدينة درعا التي أعلن أيضا نظام الأسد عن مناطق آمنة، لكنها كانت لاعتقال كل من يدخل من هذه المناطق وخاصة الشبان ومن هم بعمر الخدمة الإلزامية.
طبعا لا يوجد حتى هذه اللحظات أي مؤشرات، وأيضا هناك عدم تصديق من قبل الأهالي لرواية نظام الأسد بفتح ممرات آمنة إلى مناطق سيطرته. في ظل عدم وجود ممرات آمنة يروج لها نظام يبدو كما تقول بشكل غير صحيح، كيف سيتصرف المدنيون الآن إزاء هذه الحالة من القصف؟ حقيقة المدنيون يعني يتوافدون تباعا إلى الحدود السورية التركية، هناك يعني أكثر من مليون يعني نازح وصل إلى هذه المناطق، عوائل بأكملها وصلت إلى هذه المناطق، حتى المناطق التي لم يطالها القصف تخوفا من وصول القصف إليها يعني نزح منها الأهالي ووصلوا إلى الحدود السورية التركية. هناك بعض الأماكن التي يعني آمنة نوعا ما في ريف حلب الشمالي والشرقي، وأيضا في أرياف إدلب المتبقية التي فتحت المدارس لاستقبال النازحين، وأيضا مراكز للإيواء التي استوعبت النساء والأطفال. هناك عوائل لا تزال حتى هذه اللحظات التي أتكلم معك بها يتواجدون تحت أشجار الزيتون، لا يوجد أي وجهة، لا يوجد أي يعني منظمة ترعى هؤلاء العوائل حتى هذه اللحظات. الأزمة كما قلت لك هي تتفاقم يوما بعد يوم، نعم، وتزداد كلما ازداد القصف على المدنيين في أرياف إدلب. قحطان مصطفى مراسلنا في ريف إدلب الغربي، شكرا جزيلا لك.